السلام عليكم ورحمة الله، معكم سلمان في فيديو جديد. اليوم عندنا تحدي، لعبة اسمها تقريبا الكل يعرفها، هذه الكل يعرفها تقريبا. واليوم راح نلعبها معاكم، والعقاب حلاوة حامض، مكتوب لبان حامض بطعم التفاح، حامض عدل، ويعني شوي وبناكله مرة واحدة. أنا توني ماكل واحد قبل، آكل نتفة نتفة، يوم ماكل واحد على ما آكله. اليوم بندخل اللعبة، شوفونا معاي. دخلنا اللعبة، يا تختاري يا جامب يا سومينج. الحين بختار جامب. ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بلد. ما ادري حقوق اللي يشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. ثنيان خالد، عمر فاروق. الحين بقول احمامة، بطوف. الحين المرة الأولى لازم أزيم الخمسين، لأن هذا باكل هذا، باكل هذا لين ما وصلت 50 في 3 مرات. الحين بقول اسماء، بس بقول اسماء اليوتيوبرز الحين اللي اعرفهم. ثنيان خالد، حائلة مشيع، مستر شنب، عبد الاله، عمر فاروق، زد جوزة، بعد اوزيكس و هلا تي في نور ستارز. علي الحمودي، ماه لوفان، الحين السلام عليكم. هذا الدور الأخير، أبو أوصل 50 50. ابويي مجرم جيمز، اتكابي انجود لفان نان، والحين بناكل.
الحين بناكل حلاوة الحامض. افتح. ريحته حلوة لكن حامض. شوفوا من وش الحموضة. حامض. أنا الحين بحاول بقطع لأن واحد كامل ما يدخل بوزي. افتح. لازم ابلعهم احم بس من الصوت هذا اللي انا يلا استحمل راح دقيقة ده. والله العظيم الحموضة للحين في لساني. الحموضة للحين في لساني. والحين بنختم معكم في الفيديو هذا. لا تنسون في اللايك والاشتراك والكومنت. نبغى نوصل 10 لايكات في اسبوع كامل. نبغى نوصل اوكي في اسبوع كامل. بسوي 2 من الحلاوة الحامض. يلا مع السلامة. والله العظيم الحموضة للحين في لساني. الحموضة للحين في لساني. والحين بنختم معكم في الفيديو هذا. لا تنسون في اللايك والاشتراك والكومنت. نبغى نوصل 10 لايكات في اسبوع كامل. نبغى نوصل اوكي في اسبوع كامل. بسوي 2 من الحلاوة الحامض. يلا مع السلامة.